بسم الله الرحمن الرحيم. تراسل 13/1/2013. آثار القصف الهمجي على البلدة. درعا صيدة 13/1/2013. 12/1/2013. درعا صيدة آثار القصف الهمجي على البلدة. آثار القصف في قذائف الهام. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. درعا صيدة 12/1/2013. أثار القصف بقذائف الهاون. وهذه شرايط الهاون. الله أكبر، الله أكبر عليكم، الله أكبر.